طب كابتن وليد، ده التشكيل اللي يبدو مثالي. هل انت كنت شايف ان في اي لاعب من التشكيل اللي هو متوقع يتعمل ده كنت محتاج تشوفه مفاجاه غير امام عاشور؟ انت كنت شايف ان امام عاشور يبقى يبدا صح؟ زيزو لاول رقم واحد، زيزو او امام عاشور، او امام عاشور في الحته دي يعني. طيب خط الدفاع في مشاكل؟ لا حاسس ماما طبعا مفيش. وخط الهجوم مفيش خلاف، الهجوم مفيش. هي المشكله بس في نص الملعب. اذا كان زيزو بقى ولا عبد الله السعيد ولا امام عاشور ولا تريزيجيه، لكن انا ارشح يعني زيزو في بدايه اللقاء، لان انت عايز العنصر البدني. بعد كده لما اقرا الجيم بقى الشوط الثاني واشوف الفرقه اللي قدامي بتشتغل ازاي. ما هو ده السؤال اللي انا كنت هخش معاك فيه بعدها على طول، بعد السؤال ده، انه الشكل نبدا بيه ازاي فنيا، نبدا المباراه ازاي؟ حريص بتهاجم تقف في تلت ملعبك الاول؟ لا هو طبيعي بالظبط. انا فاهم يعني انت طبيعي مش هتعمل ضغط عالي من فوق، مستحيل في بدايه اللقاء، لحد ما تشوف الامور يعني اول 10 دقائق او زي ما اينو قال او ربع ساعه، اشوف الفرقه اللي قدامي هتشتغل ازاي. وطبيعي جدا الفرقه اللي قدامك او منتخب نيجيريا هيبقى عامل حساب كبير جدا لرقم واحد طبعا صلاح والسرعات وفرق الخبرات طبعا وكل حاجه يعني. فبالتالي المنتخب نيجيريا مش هيضغطك او مش هيضغط عليك من فوق من وجهه نظري، وانت نفس الكلام، لان اول ربع ساعه تلت ساعه هتشوف الامور ماشيه ازاي او الجيم ماشي ازاي. المباراه رقم واحد لازم نفهم اللي هي مش هتشتغل على التكتيك العالي او الفنيات العاليه. انت بتشتغل لحد دلوقتي احنا شايفين البطوله كلها مفيش جمل، مفيش اداء اللي هو انت قاعد بتتفرج على كل فرقه بتحلل طريقه ادائها وبتشتغل ازاي، كله بيشتغل على السرعه وعلى القوه والبدني العالي، الجري كتير. فهي ده اللي هيفرقك عن الفرقه اللي قدامك او المنتخب اللي قدامك، ان انت تبقى واقف على رجلك كويس وبتعرف تأدي الامور الهجوميه والدفاعيه، حتى لو ما جبتش اهداف ما تخسرش. دي نقطه مهمه جدا، لكن الفنيات انا شايفها لحد دلوقتي في البطوله قليله، المستوى قليل. صحيح، انت اعلى من الكلام ده كله. صحيح، فلازم تركز الاول، ولازم يبقى عندك رقم واحد ان انا كلاعب مصري او منتخب مصر ما اخافش وانا بستلم الكوره، ما اخافش وانا اهرب من الكوره، يعني ما اهربش من الكوره، اللي انا ادور على الكوره دايما واروح استلم، وابقى عندي الجراه وعندي الشجاعه لمنتخب مصر ان انا استلم واسلم كويس. ده رقم واحد اللي هيديك الثقه ان انت بعد كده تشتغل. صحيح، لكن ان انت تبقى خايف تستلم، تشتغل باللمسه ولعبه بالعافيه، الامور اللي احنا عارفينها وانه عارف طبعا الكلام ده، ان يبقى عندك خوف ان انت تستلم الكوره. صحيح، ودي امور مش مطلوبه خالص. مظبوط. فاتمنى طبعا التوفيق للمنتخب، لكن اهم حاجه ان انت تشتغل صح. صحيح، وتطبق الطريقه صح. صح.